أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر حول تطورات العملات الأجنبية. تنضم لنا محللة أسواق مالية في إكويتي جروب ليلى عيد. ليلى، بعد التحية، ما هي التوقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكيف من الممكن أن تؤثر على الدولار؟ صباح الخير. صباح طبعا النور. شهدنا حركات جدا قوية بالدولار الأمريكي، خصوصا الأسبوع الماضي بعد أن ظهرت بيانات التضخم الأمريكي التي أفادت أن التضخم كان قد تراجع من 8.5% إلى 8.3%. هلأ من المؤكد أنه في تراجع في التضخم بالاقتصاد الأمريكي، ولكن لا يزال ضمن منطقة الخطر. لذلك هذه البيانات خلقت لدى الأسواق احتمالية أن الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع سيقوم برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مقارنة مع 75 نقطة أساس، وبالتالي سوف يكون لها تأثير جدا قوي على الأسواق. هلا أكيد لاحظنا أنه في كل مرة يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة نجد الأسواق عم تتحرك بطريقة جدا قوية وإيجابية للدولار الأمريكي. بالتأكيد سوف يختلف تأثير 100 نقطة أساس عن 75 نقطة أساس كتحركات إيجابية أو سلبية على الأسواق. نعم ليلى، أيضا بما يتعلق باليورو الذي يكافح للوصول إلى مرحلة الاستقرار مع الدولار، هل سيستمر، هل من المتوقع أن يستمر اليورو في الانخفاض مع الترقب ومع قرار أيضا الفيدرالي الأمريكي؟ تماما. يعني اليورو حاليا عم بتتجه أو عم بتحرك حركة، أو الاتجاه العام لليورو هو اتجاه هابط جدا بفعل قوة الدولار الذي كما ذكرنا سابقا يتأثر أو مدعوم بالبيانات الاقتصادية، وخصوصا التي ظهرت الأسبوع الماضي. هلأ في بعض التوقعات، أو في عفوا المقارنة بين البنك أوروبا وبنك الفيدرالي الأمريكي، يعني عم نلاقي أنه البنك الفيدرالي الأمريكي عم يرفع سعر أسعار الفائدة بطريقة أسرع من البنك المركزي الأوروبي. يعني ممكن بال 2023 أن يصل سعر الفائدة الفيدرالية من 3% إلى 5%، ولكن بنك أوروبا قد لا يصل إلى 3%. فبالتالي العملة الأقوى حاليا والأكثر أداء إيجابيا هي بالتأكيد الدولار، والتي سوف تبقى مدعومة طالما نرى بيانات تدعم أو تدعم البيانات الاقتصادية أو القرار الفيدرالي الأمريكي. نعم ليلى، أيضا الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوياته، نتكلم عن ثمانينات القرن الماضي، ذلك جاء على الرغم من توقعات برفع الفائدة في بنك إنجلترا المركزي. الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض؟ تماما. عم نشوف برضو الجنيه الاسترليني عم بتحرك ضمن حركة هبوطية سلبية بسبب كما أشرت سابقا إلى قوة الدولار الأمريكي، ولكن بالتأكيد توجد عوامل أخرى تؤثر على الجنيه الإسترليني. يعني عم نشوف الأزمة الطاقة التي تحيط بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ظهور بيانات التضخم، بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا التي أشارت إلى ركود قريب. وأيضا ننتظر خلال هذا الأسبوع أسعار الفائدة البريطانية التي أيضا تشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لإنقاذ الاقتصاد. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب ليلى عيد، شكرا جزيلا لك.